صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا؟ واضح الآية أن الله يجعل لأهل الإيمان والعمل الصالح مودة في قلوب الناس، لأن الله يحبه. وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل وقال له: أحبب فلانا فإني أحبه. ثم جبريل ينشر محبته بين الناس بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم.